أهلا بكم. لا تفصح واشنطن عن الأعداد الحقيقية لقواتها في العراق، وثمة من يقول إنه لا يمكن حصر هذه الأعداد في بلاد الرافدين لأنها جوالة وتتحرك بين قواعد منطقة الشرق الأوسط، ولكن التقارير الرسمية تفيد بوجود نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، يقال إن مهمتهم تقتصر على التدريب والاستشارة فضلا عن التسليح، مع العلم أن ثمة من يشير إلى أن الرقم هو أكثر من ذلك. الوجود العسكري الأمريكي يمكن رصده في كل العراق تقريبا، قاعدة القيارة جنوبية مدينة الموصل، قاعدة كركوك، وفي كردستان العراق خمس قواعد أهمها قاعدة الحرير الجوية، قاعدة عين الأسد والحبانية في الأنبار وهما محاذيتان للأردن، وقاعدة في معسكر التاجي شمال بغداد، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين للتحكم بطلعات طائرات F-16. وداخل حدود مطار بغداد اتخذت القوات الأمريكية قاعدة فيكتوري. الأمريكيون أعلنوا رسميا أن 7 من هذه القواعد أغلقت خلال الفترة الماضية، ليقتصر وجودهم حاليا في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة حرير في أربيل في إقليم كردستان العراق. ينفي الجنرال كينيث ماكنزي وجود خطة متبلورة لدى واشنطن لسحب قواتها من العراق، مشيرا إلى أن بغداد طالبتها بالبقاء هناك. بغداد التي تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر المقبل، مدعوة من مختلف الأفرقاء إلى توضيح مآلات الحوار مع أمريكا. فبعض الخبراء الأمنيين يستبعدون أن تنسحب أمريكا من قاعدة كعين الأسد مثلا، التي تتفوق تقنيا على قاعدة إنجرليك في تركيا بثلاثة أضعاف.